أعتقد أن الكثير يركز على الخلاف أو الفجوة التي تشهدها العلاقة بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليج. هناك الكثير من التخطيط الاستراتيجي والدفاعي، هناك الكثير من الاتفاقيات التي تتعلق بدول الخليج، وهناك الكثير من الاتفاقيات التي عقدت وما زالت الولايات المتحدة تحافظ على هذه الاتفاقيات. وهناك الكثير من الخلافات فيما يتعلق بإنتاج النفط وخفض أسعار النفط، بينما أن هناك وجهات نظر أخرى من قبل دول الخليج فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، وهناك بعض الخلافات وكذلك بعض المواقف التي أو التصريحات التي قام بها ولي العهد، ولكن الزيارات ما زالت قائمة، وكذلك الاتفاقات الإبراهيمية، وهناك الكثير من الاتفاقيات بين إسرائيل والدول الأخرى. هناك الكثير من الخبراء الذين يتكلمون بشكل متسرع عن الانهيار أو التداعي للعلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج. لا يمكن الاعتماد على روسيا كشريك للمنطقة. الصين هي شريك تجاري، ولا نعتقد أن هناك بديل لدول الخليج عن الولايات المتحدة، وهذه الأمور قد تم المبالغة في تفسيرها أو تأويلها.